السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرًا، وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنًا وذكرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا تفسير لسورة البلد، إحدى سور القرآن المكي. القرآن العظيم أنزله الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في 23 عاما. استقر أكثر رأي علماء التفسير على أن ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل هجرته يعرف بالقرآن المكي، وما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد هجرته يسمى بالقرآن المدني، أياً كان مكان أو موطن ذلك النزول. وسورة البلد من سور المفصل في الجزء 30 منه. قال الله عز وجل فيها: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأما قول الله عز وجل لا، فهذه اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، فبعضهم قال صلة، وبعضهم قال نافية لما قبلها، وبعضهم قال إنها أشبه بكلام العرب الذي يفتتحون به كلامهم، وهذا والعلم عند الله أقرب. ثم قال رب العزة: أقسم بهذا البلد. القسم تعظيم للمقسم به، ولذلك لم يجز للمؤمن أن يقسم بغير الله. والعرب في جاهليتها كانت تقسم بالله حين، وحينا تقسم بآلهتها، وحينا تقسم بما عرف من شعائر باقية من ملة إبراهيم. فأما قسمهم بالله فإن الله عز وجل أخبر عنهم قولهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فهذا إخبار من الله أن العرب في جاهليتها تقسم بربها. وأما قسمهم بآلهتهم فهذا كثير ولا يحسن التمثيل به. وأما قسمهم بشعائر الله فقد خلده زهير بن أبي سلمى في قصيدته في معلقته عندما قال: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، فأقسم بالبيت العتيق وبمن بناه. فكل طرائق القسم كانت عندهم. الله عز وجل هنا يقول: أقسم بهذا البلد. هذا اسم إشارة، والقاعدة فيه أن الاسم إذا جاء معرفاً بعده فإنه يعرب بدلاً، أي يقوم مقامه. فقول الله عز وجل أقسم بالبلد في غير القرآن كقوله جل وعلا أقسم بهذا، وهو يشير إلى البلد. فجمع الله عز وجل هنا ما بين اسم الإشارة وما بين المشار إليه، وهو البلد، والمراد به مكة إجماعاً، إلا ما نقل عن عالم يقال له الواسطي قال إن المراد به المدينة، لكن هذا بعيد جدا لم يوافقه عليه أحد. لكن جماهير أهل التفسير من السلف والخلف، بل يمكن أن يقال إنه رأي الكافة، إن المراد به مكة. قال الله: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ليس هناك قسم بقول الله في قول الله وأنت حل بهذا البلد، وإنما هذه جملة معترضة، يعني نقسم بالبلد حال كونك أنت حال به. لكن أين الإشكال؟ الإشكال في قول الله جل وعلا وأنت حل بهذا البلد. ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ العرب تقول حل يحل العقدة بضم عين الفعل، بضم الحاء، يحل العقدة بمعنى إذا فككها. وتقول حل يحل فلان بالبلد بمعنى نزل فيه. فإذا أردنا أن نتكلم عن رجل حل في المكان نقول يحل، وإذا أردنا أن نقول رجل يفك عقدة قد هبرمت نقول يحل. هل قول الله عز وجل هنا وأنت حل بهذا البلد المراد به الإحلال في المكان،
أم المراد به الإحلال من الإحرام؟ هل المراد به الإحلال في المكان أو الإحلال من الإحرام ضد الإحرام؟ كلا المعنيين إذا قلنا به يأخذ طريقا آخر في التفسير. فنبدأ أولا بمعنى قول الله عز وجل أقسم بهذا البلد. قلنا إن البلد المراد به مكة، وهي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، ثم حرمها خليله إبراهيم، ولم يحلها الله إلا ساعة من نهار لنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل الله عز وجل فيها بيته الحرام، وأخرج الله عز وجل خليله إبراهيم من أرض الشام وأرض العراق وأرض مصر، من كل تلك الأقطار التي كان قد مر خليل الله عليها، وجعله يأتي بهاجر وابنها إسماعيل ليضعهم في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم. ولم يكن خليل الله عليه السلام عندما قدم بهاجر وبابنها إسماعيل لم يكن هناك بلد أصلا، كان واد غير ذي زرع لا يأمه ولا يمر عليه أحد من العرب، لأنه لا ماء فيه. ولهذا أنت لو قرأت القرآن وجدت أن ربنا جل وعلا يقول في سورة البقرة، يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، قالها إبراهيم قبل أن تبنى الكعبة، قبل أن تخرج زمزم، قبل أن يرى زمزم، قبل أن يرفع البنيان، هو يدعو الله أن يجعل هذا الوادي غير ذي زرع أن يجعله بلدا، فلم يقل البلد لأنه لا بلد أصلا موجود، إنما واد غير ذي زرع، فقال كما قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. لما رفع القواعد من البيت في الآية التي بعدها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكان قبل ذلك قد خرجت زمزم بين قدمي إسماعيل كرامة له ولأمه على يدي جبريل، وأصبح الوادي مطروقا، وجاءت جرهم وسكنته، أصبح واد حق وبلدا حق. قال خليل الله وإذ قال الله عنه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، هناك بلد، فخليل الله عز وجل يدعو الله أن يجعل هذا البلد آمنا. مكة شرفها الله بأن جعل منها أو فيها موضع بيته، وبيت الله عز وجل أقدس مكان على الأرض إجماعا، وبيت الله عز وجل أقدس مكان على وجه الأرض إجماعا، ولم يتعبد الله أحدا من الخلق أن يطوف بأي بناء إلا ببيت رب الأرض والسماء الذي هو الكعبة. وقال الله عز وجل تمجيدا لهذا البيت جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولما أراد أبرهة في سالف الدهر أن يهدم ذلك البنيان قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وكان عبد المطلب قد وفق توفيقا عظيما يوم نهره وعيره أبرهة وقال له هو بيت آبائك وأجدادك، تأتي تكلمني في الشاء والغنم والبعير والهبل وتترك بيتا هو بيت آبائك وأجدادك. وفق الله عبد المطلب أن يقول أنا رب الهبل وللبيت رب يحميه. قال إنه لن يحول بيني وبينه، قال عبد المطلب أنت وذاك. فاستخدم ووفق عبد المطلب بعقله، العاقل لا يقابل من لا طاقة له به، العاقل لا يقابل من لا طاقة له به. فأمر أبرهة قريشا أن تصعد الجبال لينتظر صنيع الله فيهم، ولم يحل ما بين أبرهة وما بين البيت. فقدم أبرهة فكان الفيل قد برك واسمه محمود، يقال له قم محمود. فجاءه نفيل أحد من قبض عليهم في الطريق إلى الكعبة من سادات العرب، فقال في أذن الفيل يخاطب الفيل أبرك محمود فإنك في بيت الله الحرام. فأينما وجه الفيل يقبل، وإذا وجه إلى بيت الله يأبى. ففطر الله عز وجل حتى البهائم على تعظيم بيته، فطر الله عز وجل حتى البهائم التي لا تعقل فطرها على تعظيم بيته، وجعل بيته من أعظم شعائر الدين. فتعظيم البيت من أعظم الدين، من أعظم القربات، من أجل النعم. بناه إبراهيم وهو يفخر ببنيانه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم أراد بهذا البيت الذي بناه الله أن يقبله الله عز وجل منهما بأن يرفع قواعده، وقد علم أن الصلاة عنده والصلاة إليه
وأن القيام في التوحيد في القلوب أعظم ما يقرب من علام الغيوب. قال الله جل وعلا عنهما وقد قبل دعاءهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ينكسران بقلبيهما عليهما السلام بين يدي ربهم جل وعلا، وهم قد جعل بين ذلك الدعاء بين يدي ذلك الدعاء جعل عملا صالحا وهو بناء البيت لله. وقد أكرم الله عز وجل خليله، رفع القواعد من البيت بقلب لا يريد إلا وجهه، فكرمه الله عز وجل بهذا البناء كرامتين: كرامة شاهدة له في الدنيا وكرامة في الآخرة. فأما الشهادة له في الدنيا فإنه لما ارتفع البناء أتي له بصخرة يرقى عليها حتى يتمكن من بناء البيت وعلو البنيان، فلما ارتقى على الصخرة لانت الصخرة له، وبقيت آثار قدميه شاهدة على أن هناك وليا نبيا رسولا معظما مبجلا الله به حفي، وضع قدميه على تلك الصخرة فألانها الله له لما ألان الخليل قلبه لربه. والأمر الثاني، الكرامة الأخرى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى رأى أباه خليل الله إبراهيم، رآه قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، أسند ظهره إلى البيت المعمور. ما الذي جعل إبراهيم يسند ظهره إلى البيت المعمور؟ الشقاء الذي بذله في الدنيا يوم رفع القواعد من البيت. وأي أحد منا اليوم يستطيع أن يبني بنيانا فيرفع قواعده، لكن من يرزق إخلاص إبراهيم؟ من يرزق نية التوجه إلى الله عز وجل كما رزقها إبراهيم؟ ثم إن إبراهيم بنى ما أمره الله عز وجل ببنائه لما قابل ابنه إسماعيل واحتفى به إسماعيل كما يصنع الولد بوالده، قال: يا بني إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة في الوادي، قال: أي أبي أطع ربك، قال: أوتعينني؟ قال: نعم. فأخذ إبراهيم إسماعيل يحمل الصخر وإبراهيم يباشر البناء، ورب العزة يخلد ذلك كله ويقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاطبنا ربنا بقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. الآية محمولة على طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، أحد أعظم أركان الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. واختلف العلماء في معنى قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا رجعنا للصناعة اللغوية في معنى الفعل عتق في لغة العرب، العرب تقول لكل متقدم زمانا أو مكانا أو رتبة تسميه عتيق، كل متقدم زمانا أو مكانا أو رتبة تسميه العرب عتيق. فمثلا هذان الكتفان عن يمينك وعن يسارك تسميهم العرب العاتقان، يقال حملته على، تقول عن ابنك: حملته على عاتقي. لماذا يسمى هذا عاتق ولماذا هذا يسمى عاتق؟ لأنه لا شيء يعلوه، لا شيء يسيطر عليه، لا شيء فوقه، هو أعلى شيء في جسدك، ليس على كتفك عضو آخر فيسمى عاتق. تقرأ في الأحاديث في صلاة العيد، يمر عليك والإمام يقرأ بعد الصلاة أو في خطبة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حتى العواتق من خدورهن، أخرج العواتق من خدورهن لصلاة العيد. من العواتق؟ المرأة التي لم تتزوج بعد. لماذا سميت عواتق؟ لأنها معتوقة ليست مملوكة، فالتي متزوجة تحت ملك زوجها، لا تستطيع أن تخرج ولا أن تدخل إلا بإذنه. فالمرأة المتزوجة أسيرة عند زوجها. نبينا يقول: إنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات لأنها متزوجة. من لم تتزوج بعد تسمى عاتق، ما زالت طليقة حرة في كنف أبيها. عمر بن أبي ربيعة يقول: ووال كفاها كل شيء أهمها، فليست لشيء آخر الدهر آخر الليل تسهر. فلذلك سميت عواتق. البيت العتيق سمي بيتا عتيقا لأنه منذ أن رفعه إبراهيم ويبقى إلى أن تقوم الساعة لا يستطيع أحد أن يملكه، لا يستطيع أحد أن يملكه، يضاف إلى الله جل وعلا وحده دون سواه. حتى مفاتحه أعطيت لبني شيبة بإذن من الله، ولم يأخذوها قهرا،
خذوها يا بني شيبة خالية تالية لا ينزعها منكم إلا ظالم، وحدودهم سدنة البيت، لكن البيت ليس له مالك، وما من بناء في الدنيا إلا وله مالك إلا بيت الله وما يتبعه في مثل حاله من المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا معنى قول الله لا أقسم بهذا البلد. نأتي لمعنى قول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد. وأنت من المخاطب بها؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما معنى حل بهذا البلد؟ قلنا تحتمل معنيين. المعنى الأول وأنت حل أي نازل مقيم ساكن تعيش في هذا البلد، فيصبح ما معنى القسم؟ معنى القسم أن الله يقسم بمكة ونبينا فيها، ولا ريب أن مكة معظمة محرمة لكنها تزداد عظمة تزداد حرمة ونبينا صلى الله عليه وسلم فيها. وقد عصم الله عز وجل كفار قريش على كفرهم من العذاب لوجود نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجوده صلى الله عليه وسلم رحمة حتى بأهل الكفر. هذا معنى قول الله وأنت حل بهذا البلد، على أن الإحلال مكانيا. أما إذا قلنا إن الإحلال ضد الإحرام فيصبح المعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما معنى الآية؟ معنى الآية هؤلاء القرشيون هؤلاء المشركون يعظمون البيت ويطوفون حوله ولا ينفرون صيده ويجلون من يقدم على البيت ويطعمونه، كل ذلك يفعلونه، لكنهم أنت يؤذونك يتعرضون لك لا يقبلون لك دعوة، فأنت حرام مثل البيت. كما عظموا البيت ينبغي أن يعظموك، كما عرفوا حرمة البيت ينبغي أن يعرفوا حرمتك. هذا معنى قول الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ثم قال رب العزة ووالد وما ولد. ووالد وما ولد تحتمل طرائق عدة يطول المقام في بسط شرحها، لكن قيل إن المراد بالوالد أبونا آدم وذريته. قالوا كما أقسم الله عز وجل بمكة التي هي أصل الموجودات أرضا، أقسم الله بآدم الذي هو أصل الموجودات بشرا. فمكة أم القرى، كل الأرض كل القرى المدن تنسب إلى مكة، والناس كلهم ينسبون إلى من؟ إلى أبينا آدم. فيصبح معنى قول الله ووالد وما ولد يعود على أبينا آدم. وقال بعض العلماء إن المراد به خليل الله إبراهيم، لأن قريشا من ذريته، وهو أقرب عهدا إذا ذكرت مكة أن يذكر خليل الله دون سواه. وقال بعض العلماء إن المراد كل والد وما ولد، وقلنا إن بسط القول فيها يطول. ثم قال رب العزة في جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. اختلفوا فيها رحمة الله تعالى عليهم أئمة التفسير، وأظهروا أقوالهم لقد خلقنا الإنسان في كبد أي خلقناه يعاني المشاق منذ أن تضعه أمه إلى أن يجتاز صراط جهنم، وليس هناك راحة للمؤمن دون لقاء الله. قيل الإمام أحمد رحمه الله متى يستريح المؤمن؟ قال حين يخلف جسر جهنم وراء ظهره. قال حين يخلف جسر جهنم وراء ظهره. الإنسان منذ أن يولد يرى من المكابد والمشاق حتى يتوفى، وفي حياة البرزخ وفي يوم القيامة حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره، يحتاج إلى رضاع، ثم تأتيه مشاق الفطام، ثم يأتيه مؤدبه ومعلمه ومربيه، ثم أستاذه، ثم كبد الزواج، ثم كبد الأولاد إذا عمر، وهكذا لن ينفك من مشاق حتى يلقى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما الكبد في لغة العرب فهي العضو المعروف، والعرب تضرب بها المثل في المطعم في أطايب ما يطعم. نبينا صلى الله عليه وسلم روى ابن إسحاق بسند صحيح مرسل قبيل يوم بدر لما رأى أشراف قريش قال هذه مكة،
قد ألقت إليكم فلذات أكبادها. الفلذة في اللغة اللحم المقطوع طولا، اللحم المقطوع مشرح طولا، والكبد أطيب ما في الجزور، فكأن مكة ألقت أطيب ما فيها، صميمها، أشرافها، لبابها، كل ذلك قاله العلماء في معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد ألقت إليكم فلذات أكبادها. والشاعر العربي يقول: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لأن الكبد يتعلق بها الرضا والغضب والوجع، كأن الإنسان يحس في كبده. ولهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم: أإن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. لأن الإنسان إذا مات، الحيوان إذا مات يجف بدنه وتجف منه كبده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الكبد لأن إشارة للبدن كله. أإن لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر. والعرب تعرف هذا في حياتها، في سيرتها، يقولون إن الصمة القشيري، هذا أحد شعراء العرب، خطب ابنة عمه، وكان بين عمه وبين أبيه عداوة، ليس هناك بينهما اتفاق، فاشترط عليه عمه أن يكون المهر 99 ناقة، فذهب إلى أبيه يطلبها منه، فأعطاه أبوه نكاية في عمه، طلب منه 100 ناقة، فأعطاه أبوه نكاية في عمه 99 ناقة، فأخذ يسوق النياق إلى مضارب عمه حيث يقطن ويسكن، فلما دخل على عمه يسوق المهر عد عمه النياق فوجدها تنقص واحدة، قال: لا أقبلها. فعاد إلى أبيه قال: أكملها 100، قال: لا أكملها. فعاد إلى عمه قال: اقبلها ولو نقصت واحدة، قال: لا أقبلها. فقال لهما: والله ما وجدت الأم منكما. ثم ترك الديار، ديار نجد، وهاجر، وقال أبياتا هي موضع قصائد، موضع كلامنا اليوم في قضية الكبد، قال: تلفت نحو الحي حتى وجدتني، تعبت من الإصغاء ليتا وأخدعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها، عن الحلم بعد عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا، وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا. ولذلك أفرط العرب أكثر، بالغوا في قضية الحديث عن الكبد. لكن الله يقول هنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في عناء ومشقة. لكن المؤمن إذا علم أن هذا قدر الله قبله. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله في الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فأما الدجال فعلم من أعلام الساعة، وفتنة من أعظم فتنها يخرج في آخر الزمان. وأما عذاب القبر فهو مقابل نعيمه، مقابل نعيمه. وأما فتنة القبر، فتنة القبر، فإنها عياذا بالله أن يسأل الإنسان فيجد حيرة في جوابه، أي عياذا بالله، عافانا الله وإياكم، يقال له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيبقى في حيرة لا يدري كيف يجيب الملك. الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتنة المحيا والممات، هذه فتنة الممات، بقينا في فتنة المحيا. فتنة المحيا أن يبتلى الإنسان بمصائب، أو يبتلى بنعم، أن يبتلى بمصائب أو أن يبتلى بنعم. كيف تكون الفتنة؟ عاذنا الله وإياكم، يبتلى بمصائب فيخذله الله ولا يرزق صبرا، أو يبتلى بنعم فيخذله الله ولا يرزق شكرا، فليس له صبر على الضراء وليس له شكر على السراء. هذه هي الفتنة التي تعوذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة الممات الحيرة عند سؤال الملكين، وفتنة المحيا
أن يرزق أن يبتلى الإنسان بالبلاء فلا يرزق الصبر، أو أن يبتلى بالنعم فلا يرزق الشكر، نعوذ بالله من ذلك كله. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يره أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. هذا إخبار عما قاله بعض أشداء الكفار. لبد في اللغة الشيء المتجمع بعضه على بعض، وقد جاء في الذكر الحكيم قول الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فسرت بتفسيرين: التفسير الأول على أنه لما قام نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ربه تكالبت عليه قريش واجتمعت ترده عن دعوة الله، وهذا عندي مرجوح. والرأي الراجح: الآية تتحدث في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قالوا: معنى قول الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هؤلاء التسعة النفر من الجن الذين قال الله عنهم في الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ركب بعضهم بعضا على بعضهم بعض، شيء ملبد أي شيء مجتمع بعضه على بعض. وفي الحديث: لبد رأسه، لبد رأسه وضع عليه صمغا حتى لا يتناثر. فقول الله عز وجل وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي كانت الجن يركب بعضها بعضا، يعلو بعضها بعضا، تراقب النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تلاوته وقراءته عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ألم نجعل له عينين، الهمزة للاستفهام ولم للنفي، وهذا يسمى عند العرب أسلوب تقرير، وهو من أرفع أساليبهم في الكلام. قال جرير يمدح عبد الملك بن مروان: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وهو كثير في القرآن: ألم نشرح لك صدرك، كثير جدا. قال الله: ألم نجعل له عينين. العينان معروفان، جارحتان معروفتان في بني آدم، امتن الله عز وجل عليه بهما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. وذكرت مفردة العين ومثناها وجمعها في كلام الله كثيرة. قال الله عن الصالحين: ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإلى غير ذلك من الآيات. هنا قال الله عز وجل ممتنا على العبد: ألم نجعل له عينين، قال: ولسانا وشفتين. العرب فرقت في هذا وجمعه كلام الله، فرقت في هذا وجمعه كلام الله. قلما تجد في كلام العرب شعرا أو نثرا، بل قد لا يوجد. إذا تكلموا عن الكلم إما يقولون اللسان أو يقولون الشفتين، ولا يجمعان بينهما. يقول قائلهم: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يقولون: فلان لديه لسان فصيح، ولا يذكرون الشفتين، أو يعكسون، يقولون: تكلم فلان فلم يجبه أحد ببنت شفه، فيذكرون الشفتين ولا يذكرون اللسان. لكن الله عز وجل جمع بينهما هنا فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قطعا كان أفصح العرب، وفي الحديث: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. والحديث لا يصح سندا، لكن معناه صحيح. فهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم كما أخبر. قال شوقي رحمه الله: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. يقول ربنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، أي بني آدم، النجدين. اختلف في المراد بالنجدين. النجد في اللغة ما ارتفع، الطريق إذا كان في صعود، ونجد ديار معروفة في جزيرة العرب. الله يقول: وهديناه النجدين. قال بعض العلماء: النجدان
طريق الخير وطريق الشر. قلنا أين الدليل؟ قالوا إن الله يقول في سورة الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يأتي إشكال، أين الإشكال؟ الإشكال نتفق معكم على أن طريق الخير صعب صعود، يترك الإنسان شهواته ومحابه ويصعد، لكن طريق الشهوات لا يمكن أن يقال إن طريق الشهوات شاق، محال أن يقول عاقل إن طريق الشهوات شاق، بل هو ميسر يجد الإنسان فيه لذته، فكيف يسمى نجدا مرتفعا عن الأرض؟ قالوا في الجواب، وهذا جواب بليغ، قالوا طريق الخير سمي نجدا باعتبار سلوكه لا باعتبار عاقبته، لأن عاقبته خير، وطريق الشهوات طريق السوء طريق المعاصي يسمى نجدا لا باعتبار سلوكه لأنه يسير، وإنما باعتبار عاقبته، فعاقبته عياذا بالله النار. ويدل عليه قول العزيز الجبار: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. وهذا جواب بليغ. هذا المراد الأول من النجدين، ما هما؟ طريق الخير وطريق الشر. قال بعض العلماء إن المراد بقول الله وهديناه النجدين المراد به ثديا المرأة المرضعة حال ترضع وليدها، هديناه النجدين أي خرج طفلا رضيعا جائعا أحوج ما يكون إلى الطعام، فهداه الله عز وجل لأن يقبل ثدي أمه. وثدياء المرأة بالحس بالمشاهدة ناتئان ظاهران صاعدان عن صدرها بارزان، فيقبل التأويل من حيث اللغة ويقبل التأويل من حيث السياق، لأن الله كان يتكلم عن اللسان ثم عن الشفتين وهما أقرب لأن يطعم الإنسان بهما، فإنما يطعم الإنسان بلسانه ويطعم بشفتيه، فيكون معنى قول الله عز وجل وهديناه النجدين أي جعلناه يقبل ثديي أمه. وممن ذهب إلى هذا الرأي من سلف الأمة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. وسعيد بن المسيب قامة عظيمة من قامات السلف، تابعي جليل، كان يحفظ فتاوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في مناقبه أنه ما ترك صلاة الجماعة والتكبيرة الأولى منها 40 سنة، وهذا فضل عظيم. والمدينة كما تعلم ابتليت في عام 60 من الهجرة، سلط عليها يزيد بن معاوية أميرا من قواده اسمه مسلم ابن عقبة، وأهل المدينة يسمونه في ذلك الزمان مسرف. وهذا الرجل قاتله الله، دخل المدينة من جهة الشرق ومعه جيش الشام من بني أمية، فاستباح المدينة 3 أيام وقتل كثيرا من أهلها رجالا ونساء، وعطلت الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فكان لا يدخل المسجد ليصلي من الخوف والقتل إلا سعيد بن المسيب، لا يريد أن يترك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له بعد ذلك: كيف كنت تسمع الأذان؟ قال: كنت أسمع الأذان كأنه يأتيني من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مناقبه رحمه الله، هو أحد القائلين بأن المقصود به ثديي المرأة. والإرضاع مما جعله الله عز وجل للمرأة فضلا على وليدها، ولهذا لما تقرأ في الحديث قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للأبي حقا واحدا، وجعل للأم 3 حقوق. فالحق الأول وهو الإنجاب، فلولا الرجل لا يستطيع أن تحمل المرأة، ولولا المرأة لا يستطيع أن يقذف الرجل ما في صلبه، فبهما وجد الجنين بقدر الله، فهذا حق للأب وحق للأم، فلم يبقى للأب بعد ذلك حق، وبقي للأم حقان. الحق الثاني في أنها حملت ذلك الجنين والأب لم يحمله، والحق الثالث أن أرضعت ذلك الجنين والأب
ذلك الوليد، والأب لم يرضعه، فاجتمع للأم ثلاثة حقوق وبقي للأبي حق واحد. لكن من حيث الإجمال تعبدنا الله عز وجل ببر الوالدين، والأم أولى بحنانك، والأب أولى بمن يجيب باحترامك، الأب أولى باحترامك والأم أولى بحنانك. فعبارات الحنان تقال للأم، وفي مجامع الناس عبارات الإجلال تقال للأب. وبكل منهما وصاك ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد يطلب منك أبوك أو أمك أمرا أنت تعلم أن فيه مضرة لأبيك أو أن فيه مضرة لأمك، فلا تريد أن تطيعهما لكنك مغلوب على أمرك تتردد، أمك تأمرك أبوك يأمرك وأنت تعلم يقينا أن الأمر فيه مضرة لا تطعهما، ربك يقول بعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويا بني لا يتاجر مع الله بشيء أعظم من نية صادقة، والله جل جلاله أجل وأعظم وأكبر من أن يخدع، ومن صدقت نيته في طريقه إلى الله فإن الله أعظم منه صدقا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والإنسان كلما ورث الصدق في قلبه في تعامله مع الله في ليله في نهاره في سره في علانيته في غدوه في رواحه مع أبيه مع أمه مع جاره مع صديقه مع عدوه، إذا رزق الصدق فإن الله عز وجل يتكفل به. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فمن صدق مع الله صدقه الله عز وجل، والصدق لا يكون ذا ثمرات عظام، أجل ممن أمرنا الله عز وجل وأعطاهم حق الإكرام وهما الوالدان وسائر المؤمنين بعد ذلك. فقال الله عز وجل وهديناه النجدين، وقد قال ربنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولما أراد الله، وهذا استطراد لو أذنتم، لما أراد الله عز وجل الرحمة بأم موسى، أم موسى حملت به في زمن كان فرعون فيه، في عام كان فرعون فيه يقتل، في العام الذي كان لا قتل فيه حملت بهارون، طهرت حملت مرة أخرى بموسى وضعته، أمرها الله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم عقلا لا يقبل ووحيا يسلم به، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وغالب الظن عن طريق ملك، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. قال لها رب العزة ولا تخافي ولا تحزني، ثم أعطاها بشارتين، إن ردوه إليك، رب العزة يقول لا ألقيه في البحر وأنا أرده إليك، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ردوه إليك في صباه وجاعلوه من المرسلين إذا كبر. أذعنت لأمر ربها، وضعت ابنها في تابوت أي صندوق، ألقته في اليم، حمله اليم إلى أرض قصر فرعون، لقيه الخدم، أول من وقع نظره عليه آسيا بنت مزاحم، ألقى الله عز وجل محبة الصبي الرضيع الذي في التابوت في عيني تلك المرأة لأن الله أراد بها خيرا، قالت قرة عين لي ولك، لكن اللعين رفض، قال أما لك فنعم وأما أنا فليس لي به حاجة، والبلاء موكل بالمنطق، والبلاء موكل بالمنطق، أنطقنا الله وإياكم بكل خير وعافية. نحن نتكلم عن الرضاعة الآن، ثم عرض على المرضعات
فجعل الله عز وجل أثداء المرضعات جنداً لأم موسى، جعل الله أثداء المرضعات جنداً لأم موسى، لم يستطع ثدي أن تقبل أن يقبله موسى. يقول رب العزة: وحرمنا عليه المراضع من قبل. ليس معنى حرمنا حلال وحرام، هذا صبي وليد، ليس هناك حلال ولا حرام، هذا تحريم منع لا تحريم شرع. وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي جعلناه يمتنع عن قبول أي ثدي. على الجانب الآخر، أم موسى تقول لأخته: قصيه، قصيه يعني تحسسي خبره. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وكانت ذكية فطنة تعرف تصل إلى مقصودها. ومن العقل، من الحكمة، من الرأي أن تعرف أن تصل إلى مقصودك. فأرشدتهم إلى أم موسى دون أن يشعروا أنها أخته ولا أن المرأة أمه، دون أن يشعروا أنها أخته ولا أن يشعروا أن المرأة التي سيعطونها إياه أمه. قال الله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. هذا كله يبين لك أن المؤمن ينبغي عليه أن يثق بالله وأن يصدق توكله مع الله، ومع ذلك لا بد أن يأخذ بالأسباب، كما أخذت هذه المرأة الصالحة يوم أن أمرت أخت موسى أن تتقصى خبره. نعود للآية. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم قال الله: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. العقبة ما يحول بينك وما بين الشيء الذي تريده. الله يقول: حق على من جمع مالا ألا ينفقه في الضياع، ومن رزق عافية ألا يسير بها في الفساد. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، بين جل وعلا الطرائق لاقتحام المشاق، الطرائق لاقتحام العقبة. قال: فك رقبة، تحتمل ثلاث معاني. أولا، كلمة رقبة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. الله يقول: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ما معنى واسجد واقترب؟ صلي. فقوله واسجد يعني صلي، لكن السجود ركن من أركان الصلاة، فأطلق الجزء وأراد الكل. هو معنى قول الله عز وجل فك رقبة، ذكر الرقبة وقصد البدن كله، ذكر الرقبة وقصد البدن والروح كلاهما. وتحتمل، قلنا، ثلاث معاني. المعنى الأول وعليه الجمهور أنه يأتي إلى شخص مملوك فيعتقه، فيفك رقبته، أي بعد أن كان مملوكا أصبح معتقا. هذا الأول. الحالة الثانية، فك رقبة في الأسرى، أسير من المسلمين أسره كفار، فيأتي مؤمن فيفديه، فيكون ذلك قد فك رقبة، وهذا من أعظم الخير. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، وهي من حيث الفطنة أكبر، فك رقبة يعني فك رقبة نفسك من النار، اجتهد في فكاك نفسك من النار. وهذا من لوازم الأول، لكنه أكمل في النصح للناس. فقال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة الجوع، ويكون الجوع أشد في اليوم الشائت البارد. فمن وفق في إطعام الفقراء، العمالة، المساكين، الفقراء البائسين المنقطعين، من استطاع أن يطعمهم في الصيف والشتاء أفلح. فإن استطاع أن يطعمهم في الشتاء وقد اجتمع عليهم الجوع والبرد، كان أقرب إلى الخير والفلاح. وما زالت العرب منذ أن كانت تحب إطعام الطعام. وعرفت العرب كما قرأت في تاريخها حاتم طي كيف خلد الله ذكره إلى اليوم، والناس تذكره مدحا. ولم يكن حاتم الطائي يرجو جنة ولا يخشى نارا، وإنما كان يريد الذكر، وقد أعطي الذكر. وقد ذكروا عنه أنه كان في يوم شائت بارد مظلم، ليلة مظلمة، وليس في القرية التي كان يقطنها شيء يطعم،
والناس في دورهم يتضاغون جوعا، وهو وزوجته ماوية وأولاده على الحال نفسها، ليس عندهم شيء. فجاءت امرأة معها صبية وطرقت بابه تستنجد به: يا حاتم يا حاتم. فلم يجد كما قال الرواة إلا فرسه التي لا يملك غيرها، وهي عتاده في الحرب والسلم، فنحرها ثم أوقد نارا عظيمة، ثم قطعها أي الفرس ووضعها على النار، ثم دعا أهل القرية كلهم، ثم أخذ يطعمهم، يعطي كل منهم قطعة في ليلة شاتية ذات جوع، وأعطى زوجته وأعطى بنيه. لكنهم قالوا: هو نفسه لم يطعم منها شيئا ونام على جوعه. ولهذا خلدت العرب ذكره إلى اليوم، وضربوا به المثل في قضية الكرم. ولا مع ذلك عرف التاريخ الإسلامي من هو أكرم، لكن دائما المتقدم يصعب أن يلحقه أحد. الله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. اليتيم في بني آدم من فقد أباه، واليتيم في الدواب الحيوانات من فقد أمه، واليتيم في الطير من فقد أباه وأمه. لكنه في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، من فقد أباه قبل البلوغ. والإحسان إلى اليتامى من أعظم القربات، ويكفي قول الصادق المصدوق: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفي الحديث: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. وما زال الإسلام في القرآن وفي السنة وفي أخباره أخبار أهله الحث على رعاية اليتامى. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هنا قال الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فيتأكد ضعفه بيتمه، ويتأكد حقه بقرابته. ولا ريب أن إطعام اليتيم قريبا أو غير قريب كل ذلك فيه أجر، لكن إن وجد يتيم قريب أولى بالإطعام من اليتيم البعيد إن تعذر الجمع بينهما. فالله عز وجل عظم حق القرابة، قال الله عز وجل: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة في أول دخوله إليها بعث إلى أخواله بني النجار أن يكونوا معه، يريد أن يكرمهم بها لأنهم أخواله، فأولاهم بعزه صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. مسكينا ذا متربة بلغ من المسكنة كأنه لصيق بالتراب حتى لا يجد بيتا يواريه. والآيتان في عمومهما حث على فعل الخير، حث على الإطعام، حث على رعاية المساكين والأرامل واليتامى والفقراء والمعوزين وذوي الحاجات. كل ذلك جاء الإسلام بحسن الصلة بينهما. قال الله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أي قد يوجد في الجاهليين من يصنع هذا لكنه ليس مؤمنا، لا يريد به وجه الله، فهذا لا يقبله الله. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن ابن جدعان، ابن جدعان تيمي وأبو بكر تيمي يعني من قرابتها، إن ابن جدعان كان يصنع ويصنع، تذكر مناقبه وإطعامه ومآثره في الجاهلية. قال يا عائشة: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. والإيمان الإسلام شرط في قبول أي عمل شرعه الله عز وجل لنا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يرحم بعضهم بعضا، سكنت الرحمة قلوبهم، فهم يعين بعضهم بعضا على الرحمة ويدل بعضهم بعضا على الخير. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والرحمة شأنها عظيم عند الله: ارحموا من في الأرض يرحمكم، من في السماء من لا يرحم لا يرحم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذكر طرائق عدة
في بيان عظيم الرحمة عند العباد، يعني يحث الأمة على أن يرحم بعضهم بعضا في طرائق عدة، والرحمة لها طرائق عدة حتى في التعليم. الله لما ذكر الخضر قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وأعظم الناس وأحقهم برحمتك وحنانك أبناؤك، بناتك، زوجتك، والداك، هؤلاء يجب أن يروا الرحمة منك. الله لما أثنى على عبده يحيى قال: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. والمقصود: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لما ذكر الأخيار ذكر من يقابلهم من الفجار، فالقرآن مثاني يثني بأهل الخير ويثني بأهل الشر. قال الله عز وجل: والذين كفروا بآياتنا أولئك، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. مؤصدة بمعنى تغلق أبوابها، والقرآن يفسر بعضه بعضا. الله يقول في سورة الأنبياء قال: لا يحزنهم الفزع الأكبر، يتكلم الله عن أوليائه، قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر. ما الفزع الأكبر؟ الفزع الأكبر يوم توصد جهنم على أهلها، فلا الذي فيها يخرج ولا الذي في الجنة يدخلها. فمن في النار عياذا بالله سيحزن أعظم الحزن، لأنه سيعلم أنه لن يخرج، فلا أبواب أوصدت. ومن في الجنة لن يحزن، لأنه يعلم أن أبواب النار أوصدت فلا سبيل إلى دخولها، فيأمن أنه في الجنة. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله العلي الكبير على قوله. نحن الآن في هذا الجامع المبارك، جامع إنخال، مركز مبارك يسكنه أهلون فيهم من الفضل ما فيهم، وقد ظاهر جدا أن الحضور كذلك من المراكز المجاورة. وأنا سعيد كل السعادة، فرح برحمة ربي جل وعلا علي أن أخرجني من مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يردنا إليها سالمين غانمين، ليلتقي بهذه الوجوه الطيبة، أتدارس معهم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد مضى لي في منطقة الباحة ولله الحمد والفضل والمنة منذ يوم السبت، شاكرا أميرها، شاكرا أهلها بلا استثناء، شاكرا أخي فضيلة الشيخ أحمد مدير فرع الوزارة منطقة الباحة، شاكرا كل من لقيتهم في المراكز والقرى والمحافظات التي مررت عليها بلا استثناء. أهل أخيار ورجال أبرار ونساء عفيفات وشباب مبارك، لم يجمعنا الدينار ولا الدرهم، جمعنا قول ربنا عز وجل. لم نجتمع ولله الحمد والفضل والمنة ولا نمن على الله بعمل، لم نجتمع في ساحات خنا ولا فجور، اجتمعنا في بيوته التي قال فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إما أن ندرس بين صلاتين أو أن ندرس بعد صلاة، وهذا فضل من الله جل وعلا ورحمة علينا جميعا المتحدث والسامعين. فلنتواصى بالحق، نتواصى بالتقوى، نتواصى بالصبر، نتواصى بأن يحث بعضنا بعضا على الخير، وأن نزدرف إلى الله جل وعلا بكثرة ذكره وتعظيمه جل وعلا في قلوبنا وعلى ألسنتنا وبجوارحنا، وأن نستغفره جل وعلا من تقصيرنا وذنوبنا وما يكون منا وقد كان منا الكثير، ولن نسلم، لكن فقراء إلى الله عز وجل كل الفقر. نقول بلسان الحال والمقال: اللهم لسنا براء فنعتذر، ولا أقوياء فننتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. ونعلم يقينا أن العبد إذا جن عليه الليل فهو في خلوة مع ربه إذا أراد، ففي خلوات الليل يفزع المؤمن إلى ربه بركعات يسأله فيها من خيري الدنيا والآخرة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته
فإذا هو في المسجد ساجد أو راكع قد انتصبت قدمه يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. شكر الله لكم، شكر الله لكل من تسبب في أن أصل إلى هذا المركز المبارك، شكر الله لكم جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا بلا استثناء، والله أسأل أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا نأتي إلى هذه المراكز وهذه المنطقة كل عام بإذنه جل وعلا، وأن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا، إن ربي لسميع الدعاء. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.